مسلسل الخواجة عبد القادر أو ميديا الخيال وراحة المشاهد. الخواجة عبد القادر مسلسل مصري من بطولة يحيى الفخراني، أنتج في عام 2012 وعرض الأول مرة في شهر رمضان للعام نفسه، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني. جدير أن نذكر بأن هناك نوعين من ميديا الخيال: الفانتسي أو الخيال العلمي أو أفلام الوهم، وهي الفيكشن. في هذا المضمار الأولى أفلام الخيال فانتسي التي تقدم أحداثا تصورية في صورة قصة أو ملحمة روائية فيها ربط بالواقع، أي أن هناك أناسا ومجتمعات وعادات وتقاليد تبدو حقيقية. أما النوع الثاني فهو أفلام الوهم فيكشن، وليست له أي علاقة بالواقع أو الحقيقة، مثل أفلام أفاتار، Pirates of the Caribbean أو فيلم الكرتون راتاتوي، كذلك أغلب أفلام الكرتون لديزني وغيرها. هذه القصص كل شخصياتها وأحداثها غير حقيقي. يقع مسلسل الخواجة عبد القادر من النوع الأول، أي ميديا الخيال فانتسي، فالشخصيات والأحداث تبدو حقيقية. أما كون القصة حقيقية أم لا ففي الغالب غير حقيقية بأحداثها التاريخية، لكن بها حقيقة لا نعرف كنها، لكن الجمهور استمتع بها أيما استمتاع. لماذا؟ لأنها تقدم أحداثا لأمور يعاني منها الكثير، حيث يجد المشاهد حلولا في ميديا الخيال فيشعر براحة نفسية بعد مشاهدتها. قصة المسلسل: مسلسل الخواجة عبد القادر يدور في إطار صوفي خيالي يؤكد على علاقة الحب بالله سبحانه، فهي تقدم الراحة والحلول للمشاكل المستعصية كالاكتئاب وغيرها من مشاكل الحياة. تدور أحداث المسلسل بالتناوب بين فترتين من الزمن، الأولى خلال الحرب العالمية الثانية والتي تتناول قصة هربرت دوبرفيلد، وهو رجل إنجليزي سكير يعمل مع شركة إنجليزية في مصر. هربرت لديه نزعة انتحارية، حيث لا يرى طائلا من استمراره في الحياة وينتظر الموت أن يأتي، حيث يقبل عقاب الشركة في نقله للسودان برحابة، ظنا منه أن هذا النقل ربما يسرع بوفاته. فيسافر هربرت إلى السودان ليعمل في محجر، فيجد من حسن المعاملة وطيبة النفوس هناك ما يعيد له الأمل في الحياة والرغبة فيها، حتى يؤمن بالله على يدي شيخ سوداني زاهد اسمه عبد القادر. وقبل أن ينتقل إلى صعيد مصر تتغير وجهة نظر هربرت تجاه الحياة بعد أن تعرف على الشيخ عبد القادر، ويخرج رويدا من حالة الاكتئاب التي كانت تلازمه، فقد تعرف على الله ودخل معه في علاقة حب نتيجة تعليم الشيخ عبد القادر، وتغيرت حياته تماما، كما اختار لنفسه اسما جديدا عبد القادر ليكون اسمه من قبل الناس الخواجة عبد القادر. تأتي أولى النعم، فيكتشف مدير الشركة إخلاصه ومهارته في العمل، ومن ثم ينتقل لصعيد مصر. الفترة الثانية تتناول السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وفيها تسرد قصة هربرت دوبرفيلد أو الخواجة عبد القادر. في الصعيد يلتقي الخواجة عبد القادر بكمال الصغير، فتنشأ علاقة قوية بينهما، حيث يقنعه الخواجة بالعودة للمدرسة التي تركها ليكمل تعليمه، وفي المقابل يعلمه كمال اللغة العربية والشعر. وتدور الأحداث المستقبلية حول أسرة كمال الذي يصير رجلا تقيا وواعظا، وأسرة العمدة وتأثير قصة الخواجة عليها وعلى القرية بأسرها. الخواجة الذي صار من أهل الله اعتبره أهل القرية من أولياء الله الصالحين، أما العمدة الذي يفتخر بأنه ملك القرية سواء وجد ملك في مصر أو احتلال إنجليزي أو رئيس جمهورية، فكل ذلك لا يهم، فهو وعائلته كانوا وما زالوا هم ملوك القرية على الدوام. حاول مجموعة من السلفيين هدم أحد المقامات والذي يطلق عليه مقام الخواجة عبد القادر، فتصدى لهم كمال محاولا إقناعهم بالعدول عن الأمر، ساردا لهم قصة الخواجة عبد القادر وما لاقاه بعد الحرب العالمية الثانية عندما قتل شقيقه في الحرب، مما أثر ذلك على نفسية الخواجة عبد القادر الذي كان اسمه وقتئذ هربرت دوبرفيلد، وسعى للتخلص من نفسه بشتى الطرق واستسلم للخمر،
ثم كيف تغيرت حياته تماما ليصير من الصالحين. الصراع والحل. يدور الصراع في الجزء الأول بين الخواجة عبد القادر وعمدة القرية الغني عبد الظاهر، فنشاهد أحداثا فيها تضاد بين طيبة الخواجة عبد القادر وبساطته وشر العمدة عبد الظاهر الذي يرفض زواج أخته زينب من كل من يتقدم لها، متحكما بقبضة من حديد فيها وفي ثروتها الطائلة. وتأتي قمة الصراع حتى نهاية المسلسل في تقدم الشيخ عبد القادر الزواج من زينب، ليسخر منه عبد الظاهر ويقول له: روح اتغطى ونام يا خواجة. وفي موقف يثير الشفقة والضحك في نفس الوقت، يذهب الخواجة في اليوم التالي ليقابل العمدة سائلا إياه أن يزوجه زينب، فقد تغطى ونام مثل ما قال له بالأمس. ليدور الصراع بين أحد أبناء العمدة عبد الظاهر الذي يصير مثل والده في جشعه وبطشه، ويستمر كوالده في سرقة الأثار والتجارة فيها، ليكون الصراع بين المهندس كمال والعمدة، كلاهما كان أطفالا وقت وجود الخواجة ويعرفانه شخصيا. الأول كمال يؤمن به كرجل صالح وبنى له مقاما في القرية، والثاني يريد هدم مقامه لأن تحت المقام توجد خبيئة أثرية ثمينة. ينتهي الصراع الأول بزواج الخواجة بزينب عندما يسافر عبد الظاهر ليوم واحد، ليأتي واجد الخواجة قد تزوج زينب بموافقة أخيه الكاره له. حاول عبد الظاهر حرق الزوجين معا، ليجد أهل القرية أنه لا توجد أثار لجثتيهما، حيث ينقذهم الله بمعجزة ليشاهدا في السودان بعد ذلك. ثم يموت عبد الظاهر في غرفة أخته زينب بعد حالة اكتئاب شديدة. ينتهي الصراع في الجزء الثاني بفشل العمدة في هدم المقام بنوع آخر من المعجزات، ليسير كمال عائدا إلى بيته أكثر إيمانا ببركات الخواجة عبد القادر. ويصير المشاهد أكثر راحة بالرغم من معرفته أن ما يراه إنما هو خيال، لكنه خيال مريح يساعد على الحياة بأمل في الواقع.